دلوقتي هنروح للعالمين ومتابعتنا اليومية مع زميلنا محمود جميل عشان نعرف منه ايه أبرز الفعاليات اللي هتحصل النهاردة. يا محمود صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح شايفك الخير مبسوط عليك يا محمود من تجربة البراموتر ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر. الحياة تجربة حلوة قوي وجميلة شاذلي، وأنصحكم إن شاء الله إن أنتوا لما تيجوا مدينة العلمين تجربوها. الحياة أول ما لقيت الفعالية دي موجودة في مهرجان العلمين الجديدة، خليني أقول لك إن في الأول طبعا كان في رهبة شوية، لأن طبعا يعني إن أنت تطير فوق طبعا وأول مرة، فيعني ما كنتش عارف الموضوع هيبقى عامل إزاي، بس الحياة قلنا نخوض التجربة ونشوف الدنيا عاملة إزاي. لكن الحياة انبسطنا جدا بتجربة الباراموتر، وخلينا أقول لكم ان الفعالية هتكون موجودة على مدار المهرجان. اي حد حابب ان هو يخوض التجربة هيجي، وصدقوني هتنبسطوا جدا، حتى لو انت عندك خوف من المرتفعات شوية او ما جربتش قبل كده، بس لا يعني هتنبسطوا، اوعدكم ان انتوا هتنبسطوا لما تيجوا مدينة العلمين وتجربوا طيران الباراموتر. بخلاف طبعا فعالية الباراموتر وكل الفعاليات اللي موجودة، خلينا اقول لكم انا موجود فين دلوقتي. انا موجود امام اليو ارينا، وهي اللي هتستضيف حفل القيصر كاظم الساهر النهاردة بالليل. وخلينا أقول لكم إن الحقيقة اليو أرينا هنا اتجهزت في وقت قياسي جدا، من وقت التجهيز للنسخة الثانية. تم التجهيز لها بمساحة أوسع ومساحة أكبر، علشان طبعا تستقبل أكبر عدد من الزائرين وأكبر عدد من الجمهور المحبي لكل الفنانين اللي هيكونوا موجودين. الميزة كمان في مهرجان العالمين إن احنا عندنا توليفة حلوة قوي من الفنانين المشاركين في مهرجان الترفيه والغناء والحفلات الغنائية اللي هتكون في اليو أرينا. احنا هيكون عندنا النهاردة كاظم الساهر، بكرة ماجدة الرومي، عندنا الأسبوع الجاي تامر حسني، وبعدها الهضبة عمرو دياب، وهيكون عندنا طبعا كايروكي، وهيكون عندنا حمزة نمرة. هيكون عندنا توليفة حلوة جدا من الفنانين اللي بتناسب كل الأذواق المختلفة لكل الأجيال وكل الفئات اللي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة. خلينا أقول لكم إن في استعدادات خاصة دلوقتي بتتم داخل اليو أرينا، بس هنتابعها بالليل أكيد مع حفلة الفنان كاظم الساهر. وهيكون طبعا قبل الحفلة كده بشوية هيكون في بروفات طبعا للفرقة، واستعداد طبعا شركة تذكرتي لاستقبال الجماهير المحبة للفنان كاظم الساهر، وكمان تنظيم بوابات الدخول والخروج. وخلينا أقول لكم كمان أن كل الخدمات بقت موجودة هنا في منطقة الأرينا الجديدة، سواء بنتكلم بداية بالبارك، عندنا بارك كبير جدا يسع عدد كبير جدا من السيارات، بالإضافة إلى الخدمات اللي بتكون موجودة كمان داخل الأرينا من حيث المأكولات، المشروبات، أي حد هيحتاج حاجة وقت الحفلة هتكون موجودة. وده طبعا حرص من إدارة المهرجان ومن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أنها تقدم كل الخدمات الترفيهية وتسهل على كل الزائرين اللي هيكونوا موجودين في حفلة الفنان كاظم الساهر. وطبعا اليو أرينا كانت استقبلت الأسبوع اللي فات حفل الكينج محمد منير، وشفنا طبعا عدد المحبين اللي كانوا موجودين وبيستمتعوا كمان بالحفلة. فالنهاردة هيكون موجود الفنان كاظم الساهر، الجمهور على موعد طبعا مع ميكس جميل من الأغاني القديمة والأغاني الجديدة. وخلينا أقول لكم كمان أن ميزة منطقة اليو أرينا أن هي بجوار المدينة التراثية والمسرح الروماني. النهاردة كمان المدينة التراثية هتستضيف حفل فني لبيت العود، وهتكون سهرة فنية ثقافية جميلة جدا، هتبدأ الساعة 8 بالليل في المدينة التراثية. فخلينا نقول ان كمان يعني توزيع الجداول ملائم جدا، بحيث ان انت هتخلص حفلة هنا في المدينة التراثية تقدر ان انت تيجي تقدم حفلة هنا طبعا في تحضر حفلة كاظم الساهر في اليو أرينا. المنطقتين قريبين من بعض جدا، والحفلة اللي هتكون بالليل لبيت العود على المسرح الروماني اللي تم تصميمه وتجهيزه بتصميم عالي جدا، وهو مسرح مكشوف طبعا، كان استضاف حفل الفنان مدحت صالح الاسبوع اللي فات ايضا. لكن احنا بنتكلم على ان الأسبوع الثاني هيكون أسبوع قوي جدا. خلينا أقول لكم إنه كمان النهاردة هيكون عندنا في بطولة كرة السلة، هيرجع تاني تحدي السرعة. تحدي السرعة ده الخاص بملعب كرة القدم اللي موجود في مدينة الألعاب الرياضية. هيكون النهاردة عندنا تحدي السرعة لكل اللي عنده بقى يعني مغامرة وروح وموهبة فيما يتعلق بتحقيق السكور في السرعة، هيقدر إن هو يجي يخوض التجربة الجميلة دي والتجربة
دي كانت موجوده الاسبوع اللي فات مع كابتن محمود عبد الحكيم لاعب بتروجيت السابق، فالحقيقه كانت ممتعه جدا، وكان عندنا كمان تحدي قطع الكوره، اللي يقدر يقطع الكوره من كابتن محمود ويحقق سكور عالي كان بياخد جوائز، فالتحدي ده هيكون موجود النهارده في المدينة الرياضية كمان الساعة 9 مساء. هتقدر كل الناس اللي بتحب كرة القدم ان هي تيجي، وخلينا اقولك ان ملعب كرة القدم ده تم تصميمه طبعا وتجهيزه باحدث الامكانيات فيما يتعلق بالنجيلة، فيما يتعلق بالتجهيزات اللي موجودة، وكمان القائمين على الملعب وتواجدهم طوال فعاليات المهرجان عشان يقدموا كل الفعاليات الرياضية الخاصة بكرة القدم. كمان هيكون عندنا كمان بكرة محمود، بس وانت بتتكلم عن الفعاليات الرياضية ولعب الكورة، انت عارف الناس كتيرة بتحب تلعب كرة، يعني هل اي حد من ممكن ان هو يشارك؟ اي حد موجود في مدينة العالمين حابب ان هو يشارك ممكن يشارك؟ طبعا اي حد موجود، وده اللي حصل الاسبوع اللي فات في كرة القدم، ان احنا شفنا في اسر موجودة وفي بعض الاطفال موجودين حبوا ان هم يشاركوا في تحدي السرعة وفي قطع الكرة، وكانوا بالفعل موجودين. خلينا اقول لك ان الدخول هيكون بالمجان لمدينة الالعاب الرياضية، هتقدر ان انت تشارك في تحدي السرعة، واصلا يعني ادارة المهرجان او صفحة المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي هي دعت الناس بالفعل ان هم ييجوا ويشاركوا في فعالية تحدي السرعة بالنسبة لكرة القدم النهاردة. فأي اي حد موجود في مدينه العالمين الجديده ايا كان سنه وايا كانت الفئات يقدر ان هو يجي ويشارك وكمان يستمتع وكمان يشجع كل اللعيبه اللي هتكون موجوده، خاصه ان احنا خلاص بنجهز للاسبوع اللي جاي بقى مباراه اساطير كره القدم في النادي الاهلي والزمالك، فهيكونوا موجودين والناس كمان تقدر تيجي ان هي تشجع. فبالتالي دعوه لكل الناس اللي موجوده في مدينه العالمين، تعالوا النهارده هتنبسطوا جدا، سواء في مدينه الالعاب الرياضيه، سواء في اليو أرينا حفلة الفنان كاظم الساهر، سواء في المدينة التراثية وحفل بيت العود. فبالتالي في النهاردة فعاليات كتيرة جدا وفي وقت لكل الناس ان هي تيجي وتستمتع. خلينا اقول لك كمان ان احنا امبارح كانت انطلاق اولى فعاليات مباريات البادل، والحقيقة هي كانت بين فريق كابتن احمد حسن وكابتن سيد معوض، وكان فيها حالة منافسة جديدة جدا، واكتشفنا نجمين الحقيقة هما مش بس شاطرين وحريفة في كرة القدم، لكن الحقيقة كانوا حريفين جدا، حريفة في مباريات البادل وفي ملعب البادل، فالحقيقة كانت مباراة حلوة جدا. وبطولة البادل هتبدأ معانا من الأسبوع اللي جاي، الأسبوع ده هتكون بطولة السلة، فالحقيقة في تنوع كبير جدا. امبارح كمان بالليل كان عندنا فرق الفنون الشعبية وفرق التنورة، كان في كده حالة من الاستمتاع والبهجة في مدينة الألعاب الرياضية لاستقبال كل الأطفال وكل الفئات. والحقيقة يمكن امبارح كمان شاذلي احنا لاحظنا الإقبال من زائرين على الممشى السياحي بالليل، ودي حاجه الحقيقه كان الواحد مبسوط منها، انه خلاص بدانا نشوف فعلا عدد الزائرين بيزداد يوم بعد يوم. وخلينا اقول لك ان كل ما الناس بتسمع اكتر عن الفعاليات اللي موجوده للمهرجان وبيتابعوا الفعاليات دي من خلال الصفحات الرسميه الخاصه بمهرجان العالمين الجديده، هم بيكونوا حريصين ان هم ييجوا ويحضروا كل الفعاليات، خاصه الفعاليات اللي بتكون في المنطقه الترفيهيه وفي مدينه الالعاب الرياضيه، علشان طبعا يستمتعوا بكل الاجواء الموجوده. الصبح بيكونوا على الشواطئ، وفي لازال ايضا الاقبال على الشاطئ المجاني اللي خصصته الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، في اقبال كبير جدا من وقت طبعا تخصيصه لجماهير او لكل المواطنين اللي موجودين في مدينه العالمين الجديده، بالاضافه للممشى السياحي. احنا حتى في وقت النهار، وقت ما بيكون مثلا درجه الحراره يعني هي مش كبيرة قوي لكن بتكون معقولة، لكن بنشوف كمان الإقبال على الممشى السياحي والاستمتاع بكل المناظر اللي موجودة، الأبراج حتى بالليل، والناس كانت بتتمشى على الممشى السياحي، كانوا بيلتقط الصور، كانوا بيتكلموا على منظر الأبراج الجميل. امبارح كمان يعني لاحظت حاجة مهمة جدا، ان مهرجان العالمين بيخلق فرص عمل مهمة جدا لكل الناس اللي شغالة هنا في مدينة العالمين، يعني ده السيزون اللي كل الناس فعلا ممكن تلاقي فيه فرص عمل كبيرة جدا في مدينة العالمين الجديدة. شفنا ناس من كل المحافظات موجودين بيشتغلوا في كل المجالات، اللي بيشتغل في الكافيهات اللي على الممشى، اللي بيشتغلوا في الأبراج، اللي بيشتغلوا في المشروعات المعمارية، اللي بكل المجالات، وكل الناس جاية من كل مكان، والحقيقة الناس مبهورة ومستمتعة جدا بالأجواء اللي موجودة في مدينة العالمين. حتى كل ما كنا بنسأل أي حد لو هو شغال هنا، فبيبقى مقسم وقته إن هو مثلا شغله أو الشيفت بتاعه من الساعة مثلا 8 لحد مثلا الشيفت بتاعه ما بيخلص، يا اما بعدها يا اما قبلها يقدر ان هو ينزل البحر. انت كمان يا محمود حقك تستمتع، انت كمان يعني احنا يقدر ان هو يستمتع. انت معانا شغال في تغطيه مستمره على شاشه القناه الاولى صبح وليل، ف
فحقك تستمتع وتنقل لنا الاجواء في نفس الوقت. يعني النهارده بقى منتظرينك من حفل كاظم الساهر بالليل. والله الحقيقه عايز اقول لك يا شاذلي ان احنا حتى لما بنكون والله يعني شغالين او كده رغم المجهود والصوره اللي بنحاول ان احنا ننقلها طبعا للساده المشاهدين عشان يكونوا معانا لحظه بلحظه في فعاليات مهرجان العالمين الجديده، لكن احنا بنكون مبسوطين بانبساط الناس وبنكون مبسوطين احنا كمان بالاجواء اللي موجوده وباجواء مهرجان العالمين، سواء في الممشى سواء على الشاطئ سواء في مدينه الالعاب الرياضيه. فخلينا اقول لك ان انا لما بسجل مع الناس والاقي الناس مبسوطه يعني احنا نفسنا والله بنكون مبسوطين وفرحانين بان الناس مبسوطه وان فعلا مجهود كبير جدا. يعني كل التحيه والشكر طبعا للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ولاداره المهرجان على ان هم عاملين طبعا فعاليات متنوعه ووجبه دسمه كده للمواطنين والزائرين اللي موجودين في مدينه العالمين الجديده علشان يستمتعوا بكل الاجواء وكل المناظر. ودي حقيقه يعني زي ما كان قال استاذ اشرف سلمان رئيس مجلس اداره الشركه المتحده في المؤتمر الصحفي السابق ان مدينه العالمين هي الوجهه السياحيه الدوليه المهمه لمصر، فعشان كده الشركه المتحده بتحرص على تقديم كل الخدمات الترفيهيه اللي موجوده في مهرجان العالمين وتقديم كل الفعاليات المتنوعه اللي تقدر تبسط الناس وتعمل حاله حلوه كده من البهجه والسعاده. يعني التفاصيل كتير الحقيقه، بس اكيد هنتابع معاكم زي ما انت قلت شاذلي يوميا في نقل الصوره، وبندعو كل الناس النهارده عندنا فعاليات وبكره ويوم السبت وعلى مدار أيام المهرجان، وتقدروا تتابعوا كمان جدول الفعاليات على الصفحات الخاصة بمهرجان العالمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتيجوا وتنوروا وتشرفوا مدينة العالمين وتستمتعوا بالأجواء الساحرة في مهرجان العالم عالمين. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو شاذلي ومنا. شكرا لك محمود على كل هذه التفاصيل، بنشكرك طبعا شكرا جزيلا.